بسم الله الرحمن الرحيم. احنا النهارده هنتكلم على الهيليكوباكتر بايلوراي. الهيليكوباكتر احنا النهارده جايين نعمل حاجه بسيطه قوي، ان احنا جاست نفيل الجاب ما بين الجايد لاينز اللي كل شويه نقراها والبراكتس والامكانيات بتاعه تحقيق الجايد لاينز دي في البراكتس بتاعنا. زي ما حضراتكم متعودين معايا وانا متعود مع حضراتكم، اللي احنا دايما بنبتدي من البيزكس، واحنا دايما بنبتدي من الزيرو ليفل. الزيرو ليفل بتاعنا النهارده ليه معنى تاني خالص، ان اللي اول واحد اتكلم وابتدى من الزيرو ليفل اسمه بيزو زيرو. معلش يعني الراجل الطيب ده جه قال كلمتين في حياته واتكل على الله، قال لك والله يا جماعه انا اكتشفت حاجتين ما اعرفش غيرهم. اول حاجه ان الاول ديفايدنج سيل ماست هاف ا نيوكليس. طب يا سيدي الف شكر. قال لك خدوا بالكم انا اكتشفت حاجه جامده كمان قوي، ان الريد سيلز نفسها ليها نيوكليس بس بتبقى في البون مارو، لما بتخرج بتختفي السيلز. كانت حاجه عظيمه جدا في ساعتها. الحاجه الثانيه اللي اكتشفها الاستاذ زيرو ده، قال لك ان الاسيد تولرانت سبايروكيت ليفز ان ا دوج ستومك. في سبايروكيتس انا وبتتحمل الاسيد عايشه في الدوج ستومك، يا جماعه خدوا بالكم. واتكل على الله بعدها وفتح الباب لموضوع اللي احنا بنقوله النهارده. بعد كده كان كل كام سنه واحد من العلماء الافاضل بيطلع يقول لنا معلومه ويتكل على الله. جه قال لك والله ان في حاجه اسمها سبايروكيتس، بس كمان بتعيش في الاستومك بتاعه الهيومن. واحد تاني قال لك والله ده انا لو اديت التترا سايكلين للعيانين دول اليورييز اللي هو موجود وانا مش عارف موجود ليه بيختفي. تاني الكلام يروح ويجي لغايه سنه 82 من القرن الماضي. جه اتنين ناصحين شاطرين خدوا جايزه نوبل واتكلوا على الله، قال لك والله ده في حاجه اسمها اللي هو مارشال وارن او فارن، قال لك والله ده انا عندي اكتشفنا ان في حاجه اسمها الهيليكوباكتر، ان الكلام اللي اتقال طول القرن ده بيتكلموا عن حاجه واحده اسمها الهيليكوباكتر بايلوري. الهيليكوباكتر دي جرام نيجاتيف كيرفد باسيلاي. ومن ساعتها يا مؤمن مفيش ثلاثة أربعة يتجمعوا مع بعض في ميتنج على القهوة في أي حتة إلا ويتكلموا عن الهيليكوباكتر. تفتح التلفزيون تلاقي واحد طالع لك يتكلم على الهيليكوباكتر، تفتح الحنفية تلاقي طالع لك دكتور يتكلم على الهيليكوباكتر. ده يعني وطبعا يجي لك تليفون الساعة واحدة بالليل وأنت نايم يصحيك، تلاقي واحد عيان على الناحية الثانية بيعيط ويقول لك I have a precancerous disease. ليه يا عم؟ قال لك اصل انا عندي هليكوبتر. ايه الهليكوبتر دي يا راجل؟ انت بتصحيني الساعه 2 بالليل عشان تقول لي هليكوبتر؟ يا سيدي ربنا يزيدك. قال لك لا انا قصدي الهليكوبتر اللي بتيجي في المعده دي. قصدك الهليكوباكتر؟ ايوه قصدك الهليكوباكتر. حتى في العيادات بتاعتنا طبعا دي شكل زي ما انتم عارفين قبل كده ان دي صوره العياده بتاعتي، وهي في الاخر في اخر اليوم بعد ما ابتدت تفضى، من كل 10 عيانين بيجي في عياده الجاسترونترولوجي بيبقوا 3 4 منهم قاعدين مستنيين علشان يقولوا I have a precancerous disease, I have helicobacter pylori. طبعا بعد الكلام ده كله احنا لازم نقول في النهارده، نقول القول القاطع البكتار في الهيليكو ايه؟ بكتار. تمام، القول القاطع البكتار في الهيليكو بكتار. الهيليكوباكتر دي الموست كومن كورونيك بكتيريا انفكشن وورلد وايد. هي كونستيتيوت اوف ذا هيومن مايكروبيوم، الاساس بالعدد هي الهيليكوباكتر. دي جرام نيجاتيف سبايرال شيب، ليها فلاجيلي بتموف فريلي في الاستومك. اهم حاجه فيها بتبروديوس يورييز، وطبعا نحط تحتها 100 خط لان هو ده محور الكلام النهارده. البطاقة الشخصية بتاعت الهيليكوباكتر بتقول ان هي بكتيريا وجرام نيجاتيف، ودي الكلام اللي احنا مش هنعرف نقراه في الاخر. هي الفاميلي هيليكوباكتري، الهيليكوباكتر ده الجينس بتاعتها. انواعها هي مش هيليكوباكتر بايلوري بس، لا في عندنا هيليكوباكتر بايلوري ده اللي في الاستومك، وفي انواع كتيرة في الانتيرو هيباتيك اليومن بيبقى فيها برضه الهيليكوباكتر بس مش بايلوري، انواع اخرى من الهيليكوباكتر اكثر عددا من كده. طبعا الصوره دي الصوره المحوريه بتاعتنا، ده شكل الهيليكوباكتر، ليها شيء وليها فلاجيلي. فلاجيلي وهي متغطيه بممبرين السيل وول، ده بيبروديوس حاجه مهمه قوي اللي هي محوطه البكتيريا وبتحميها اسمها يورييز. ودي كلمه السر في الهيليكوباكتر. الهيليكوباكتر اللي عايز يعرف كلمه السر بتاعتها اللي هو اليورييز، الانزيم
اللي بيخرج من الهيليكوباكتر ده بيعمل ايه؟ قال لك والله ده بيحول اليوريا اللي موجوده في الاستومك لامونيا. طب الامونيا دي ايه؟ ده الكالي، بتحمي الهيليكوباكتر من الحرق بالاسيد اللي احنا قلنا عليه المره اللي فاتت اللي بيخرج من البارايتال سيل من الاستومك. فالامونيا دي هي الحافظ الحامي للهيليكوباكتر. طيب الكلام ده لسه كتير عليه النهارده. الديستريبيوشن بتاعها بيتراوح ما بين 90% في بعض الاماكن و20 او 10% في اماكن اخرى على حسب تقدم الدول. كل ما زاد الدول تقدما كل ما قل الهيليكوباكتر. يعني في الورلد وايد عموما هي 50%، يعني نص الورلد وايد بوبيليشن عندهم هيليكوباكتر. في الديفلوبينج كانتري اب تو 80-90%. اكتر في اللو سوشيو ايكونوميك، في الهاوسنج دينستي كل ما يزيد الهاوسنج دينستي وبور سانيتيشن كل ما يزيد الهيليكوباكتر بايلوري. لما عملوا مقارنة ما بين الدول العربية للأسف لقينا برضو مصر هي من أعلى الدول، هي 87% اللي اتعمل فيهم. في بعض الدول طبعا ما عملوش الاستاتيستكس دي، لما عملوها سنة 2014 لقوا إن مصر من أعلى الدول في الهيليكوباكتر. إحنا عملنا استادي هنا على تلامذة المدارس في سنة 2007، لقوا إن 72% من طلبة المدارس الحكومية اللي هم أراوند 11 سنة عندهم هيليكوباكتر. في مصر لقوا ان كل ما بيزيد بالعمر كل ما بيزيد الانسيدنس بتاع الهيليكوباكتر، وده الاستادي اللي اتعملت اب تو 70% من اللي عندهم من 6 ل 15 سنه عندهم هيليكوباكتر. الروت اوف ترانسميشن مهم جدا، زي ما انتم عارفين هي فيكو اورال او جاسترو اورال او اورو اورال، ولكن اللي بيتعامل مع الفوميتاس زي الدكاتره والتمريض والعمال في المستشفيات والامهات اللي بتتعامل مع الاطفال، هو الفوميتس بيعلي احتمالية الترانسميشن 100 فولد. وده طبيعي عقلاني لان هي موجودة اكتر في الاستومك. الكونتامينيتد ووتر او الايتروجينيك في الادوات اللي بتستخدم في المناظير او عدم تعقيم المناظير تعقيم جيد ممكن ينقل الهيليكوباكتر. طبعا الباثوجينيسيس بتعتمد على ان البكتيريا بتكولونايز في الاستومك، الفيريولنس فاكتور بتاعها الهوست اللي هو الاستومك بتريسبونس باي انفلاميشن، والانفلاميشن يبتدي يعمل المشكله اللي هنتكلم عليها. كل فيلم يا جماعه اللي بيحضر منكم افلام في ماستر سين لكل فيلم. يعني ايه ماستر سين؟ هو اللقطه الرئيسيه او المشهد الاساسي اللي بيحمل الـ المعنى بتاع الفيلم ده. يعني مثلا باب الحديد الماستر سين بتاعه كان اللي هي دي، ايوه برافو عليك، اللي هو اجوزك هنومه يا ناوي بالظبط كده. احنا عندنا الماستر سين بتاعنا النهارده في الهيليكوباكتر بايلوراي فيلم النهارده الصوره اللي جايه دي. احنا عندنا الهيليكوباكتر دي نحفظها مع بعض لان دي اللي هنفهم منها كل موضوع الهيليكوباكتر من سلايد ليه لاخر سلايد. قال لك الهيليكوباكتر بتكولونايز بتتحرك بالفلاجيلا لغايه ما تسيتل في الول، تبتدي تفرز اكزوتوكسين اللي هم بيدلعوه بيسموه فاك اي. الاكزوتوكسين ده بيعمل جاستريك ميكوزال انجري، بتسكريت انذر انزيم اللي هو ميوسينيز بروتيز ولايبيز برضه تعمل جاستريك انجري، وتعمل حاجه خطيره جدا اللي هي تدي حقنه للسيلز للهوست سيلز اوف ذا ستومك، تدخل فيها ابره، الابره دي اللي هي البايلاي لايك ستراكشر، بتنجكت فيها حاجه اسمها افكتور ليها اسم دلع كاج اي. فاحنا عندنا دلوقتي فاك اي وكاج اي. كاج اي دي بتعمل حاجه خطيره جدا، دي بتاثر وبتعمل ريموديلنج للاكتين. الاكتين ده اللي هو مهتم او وظيفته السيل جروث وديفيجن، وبتنهبت الابوبتوزيس. الله الله الله، ده بيفكرك بحاجه، بيفكرك اللي احنا كان زمان لما بيقولوا لنا الهيليكوباكتر دي كارسينوجينيك. طب ما يمكن هو ده، في الغالب هو ده اللي هو بيأثر على الأكتين والأبوبتوزيس فبتبقى كارسينوجينيك. يبقى هادي سبب الكارسينوجينيك افكت بتاع الهيليكوباكتر. على الأوتر ممبرين في لايبوبوليساكرايد وبروتينز، دي وظيفتها الأدهيجن للسيل، هي بتلزق غلاسة بتلزق في السيل. الحاجة التانية اللي احنا اتفقنا ان هي محور الهيليكوباكتر اللي هو اليوريز. اليوريز زي ما بقولنا بنحول اليوريا الأمونيا، ده بينوترالايز الجاستريك اسيد وتعمل ميكوزال انجري.
بس في حاجه غريبه قوي هنا، فكروا معايا كده، هو الاستومك اسيد فاسيدك، والهيليكوباكتر ضد الاسيد، ما بتحبش الاسيد، فبتفرز له اليورياز اللي هو بيحول الامونيا اليوريا الامونيا. الله، طب ما هو العلاج انا بدي بي بي اي، طب ما انا كده بساعد الهيليكوباكتر يا جماعه ولا ايه؟ ولا انا غلطان؟ بساعد الهيليكوباكتر ولا لا؟ انا لما بدي بي بي اي بروتون بامب انهبيتور بتقلل الاسيد فبتخلي الميديا احسن للهيليكوباكتر. الله، امال ازاي بيقولوا لنا ده في العلاج؟ هنشوف مع بعض الكلام ده بعد كام سلايد. يبقى في مشكله دلوقتي لازم نحلها، ان الهيليكوباكتر ما بتحبش الاسيد وانا بديها بي بي اي ما بيقلل الاسيد، فانا كده بساعد الهيليكوباكتر. هنشوف الكلام ده بيحصل ازاي. طب النورمال ميوكوزا اتعرضت للهيليكوباكتر، ده سيكونس اوف ايفنتس اللي بيحصل، بيحصل كرونيك اكتيف جاسترايتس بالدايت والاميون ريسبونس، جاستريك اتروفي، ميتابليزيا، ديسبليزيا اللي بتؤدي في الاخر الى جاستريك كانسر. قال لك طب ما يمكن الدور بتاع الهيليكوباكتر دي فيه ساعات بتعمل وساعات ما تعملش. قال لك ما يمكن بتعمل لما بيبقى في عندها حاجه اسمها فيريولنس فاكتور بنسبه كبيره، يعني اللي هو الكاج اي والفاك اي اللي احنا قلناه. فعملوا ستادي على الايفكت بتاع الفيريولنس فاكتور ده، هل هو حاجه اساسيه؟ قال لك اه، السبيسيفيك فيريولنس فاكتور كان ليد تو مور سيفير اوت كام، يعني لو ما فيش البكتيريا دي عندها فيريولنس فاكتور ما تعملش مشكله، طب ولو عندها دي اللي تعمل مشكله. قال لك حلو جدا، طب ما كده سهله خالص، انا اشوف البكتيريا اللي عندها فيريولنس فاكتور، المريض اللي عنده بكتيريا عندها فيريولنس فاكتور وده اللي عالجه، والباقيين ما عالجهمش. ده فكره معقوله. قال لك بس انا ما بمشيش بالفكر كده، انا لازم اعمل استادي واحط على الاستاديز دي جايد لاينز واسال هي الجايد لاينز بتقول ايه؟ قال لك والله الجايد لاينز بعد ما عملنا الاستادي على الفيريولنس فاكتور، قال لك ديتكشن اوف هيليكوباكتر باثوجينيك فاكتور اللي هو فيريولنس فاكتور از نوت هيلبفول ان مانجمنت اوف هيليكوباكتر انفكشن. لقوا ان انا كوني ان انا اقيس الفيريولنس فاكتور مش معنى كده ان انا حميت العيان من الايفكت بتاع الهيليكوباكتر، لقوا ان الفيريولنس فاكتور ساعات ما بيبقاش موجود بكميه كبيره والعيان يتاثر. فابتدوا يرجعوا تاني ويقول لك لا، يبقى قياس الفيريولنس فاكتور ملهوش القيمه اللي كنا متخيل، هي تقريبا وجود الهيليكوباكتر باي ديفولت بتعمل سام سورت اوف جاسترايتس، كتر او قل بس هو موجود، يبقى 100% من العيانين عندهم هيليكوباكتر عندهم سام سورت اوف جاسترايتس. بعد كده الاقل اللي هو الجاستروك اتروفي، ده مرحله متقدمه من الجاسترايتس، تقلب بجاستريك كانسرس في نسبه قليله بس 1% في 87% من الجنرال بوبيليشن، ده كتير قوي. هنقول الكلام ده. بيبتيك السر، ديودينال السر، جاستريك السر، مالتي لينفوما بنسبه قليله. يبقى هي انفلاميشن، الانفلاميشن دي يا اما تعمل هايبر اسيدي تعمل جاسترايتس او اب تو السريشن، او اتروفيك جاسترايتس تعمل ادينوكارسينوما، او انتيجينيك ستيميوليشن تعمل لي المالت لينفوما في الاستومك. لقوا ان معظم الديودينال السر اللي بتحصل لازم العيان ده يكون عنده هيليكوباكتر بايلوراي، وكذلك الجاستريك السر معظمها. بس هنا في حاجه غريبه، ايه هي؟ قال لك ان الجاستريك السر دي احنا لو قسنا البريفلنس بتاع البيبتيك السر وورلد وايد هنلاقي ان في اماكن فيها بيبتيك السر نسبه عاليه قوي، وفي اماكن ما فيهاش بيبتيك السر نسبه عاليه قوي. لما جم يقارنوها لقوا ان مثلا في امريكا الجنوبيه نسبه كبيره قوي من البوبيليشن اللي هي في منطقه الارجنتين والبرازيل عندهم هيليكوباكتر بايلوراي، ولكن الانسيدنس بتاع البيبتيك السر قليل جدا، وكذلك في الكانسر ستومك. يعني احنا عندنا ربنا حمانا من الجاستريك ستومك دي، من الجاستريك تيومر، الانسيدنس بتاعنا في بلدنا وفي ليبيا وفي السودان نسبه قليله جدا، بينما الهيليكوباكتر عندنا وفي عندنا وفي ليبيا نسبه عاليه جدا. فالكلام مش ماشي مع بعضه. قال لك ما يمكن مش كل هيليكوباكتر تعمل جاستريك ألسر، ولا كل هيليكوباكتر تعمل جاستريك مالجنسي. فالكلام رايح جاي، مفيش اثبات ان ده 100% عامل ده، ولكن الانسيدنس دلوقتي بتقول ان ده يؤدي الى ده، الانسيدنس اوف بيبتيك السر في العيانين اللي عندهم هيليكوباكتر بايلوري اب تو 100% او 99% من العيانين اللي عندهم عندهم ديودينال السر عندهم هيليكوباكتر بايلوري. في انذر مانيفستيشن او اسوشيشن مع الاي بي الاي تي بي اللي هو الايديوباثيك ثرومبوسايتوبينيك بيربرا، الايرن ديفيشنسي دلوقتي بتوع
دكاتره الهيماتولوجي جاست بيلاقوا ده، بيقيس الهيليكوباكتر او بينفستيجيت فور هيليكوباكتر وبيبعت لنا العيان فور تريتمنت اوف هيليكوباكتر بايلوري قبل ما يبتدي يعالج او مع علاج الايرون ديفيشنسي والاميون ثرومبوسايتوبين. في لاك اوف داتا في الاسوشيشن مع الرينوتس فينومينا، سكليروديرما، ديوباسيك ارتيكاريا، الاكني، الميجرين، جيان باري، كل الحاجات دي في علاقه شبه مؤكده مع الهيليكوباكتر بايلوراي. برضه في ستادي طبعا اتعملت من زمان وما زالت بتتعمل على الاسكيميك هارت ديزيز والستروك وعلاقتها بالهيليكوباكتر بايلوراي. هل الهيليكوباكتر ليه علاقه بالديسبيبسيا ولا ملهاش؟ لو عيان عنده ديسبيبسيا نعمل له تيست اوف هيليكوباكتر ولا ما نعملوش؟ ديسبيبسيا ما هي الا ايبيجاستريك بين اكتر من 1 مانث اسوشيتد مع فولنس، نوزيا، فوميتنج او هارت بير. قال لك الفانكشنال ديسبيبسيا ان هو العيان ده عنده لا اما شيء مؤلم جدا بوست برانديال فولنس او ايرلي ساتايتي او ايبيجاستريك بين اللي هي شيء يعني يكون بشده ايبيجاستريك بيرنينج، وعملنا منظار وطلع سليم ما فيهوش اي مشكله، ساعتها بنسميها فانكشنال ديسبيبسيا. طب انا جالي عيان ديسبيبسيا دلوقتي هعمل له التيست بتاع الهيليكوباكتر وعالجه ولا ما فيش؟ قال لك والله على حسب الايج اوف ذا بيش، لو كان اقل من خمسه واكثر من 55 سنه او في الارمنج فيتشر يعني هيماتيمسيس، لوس اوف ويت، انيميا، اي اس ار عالي، ساعتها حتما ولازما ولابد ان انا اعمل له ابر اندوسكوبي. طب العيان صغير في السن اقل من 55 سنه مفيش الارمنج سيمتومز اعمل ايه؟ قال لك والله على حسب هو جاي لك منين؟ والله ولو جاي لك من بلد زي مصر زي الدول اللي هي فيها الانسدنس اكتر من 20% ساعتها في الغالب هو عنده هيليكوباكتر، اتيست فور هيليكوباكتر اند تريت. طب ولو فين ادي له البي بي اي ترايل، ولو فين اعمل الابر اندوسكوبي. طب العيان ده لو جاي لك من حته من استراليا مثلا الانسيدنس فيها فيري رير، لا ادي له البي بي اي الاول، لو اتحسن خير وبركه، لو ما اتحسنش ابقى اعمل له الهيليكوباكتر، ولو ما اتحسنش اعمل له الابر جي ار. يبقى بالنسبه لنا احنا في مصر هنا اي عيان جاي فور ديسبيبسيا بس اعمل له الهيليكوباكتر بايلوري تيست، ولو بوزيتيف يو ماست تريت. طب ايه علاقه الهيليكوباكتر بالجيرد؟ والله العلاقه دي علاقه كانت مثار تساؤلات كتيره قوي. قال لك والله هو الهيليكوباكتر ده بيعمل ايه في الاستومك؟ قال لك والله ده بيعمل اتروفيك جاسترايتس، اتروفي للاستومك. طب وده يزود الاسيد ولا يقللها؟ قال لك مع الوقت بيقلل الاسيد. قال لك طب والجيرد؟ قال لك والله دي حاجه حلوه للجيرد، لان الجيرد مشكلتها كلها ان في اسيد زياده بيرجع للاسوفيجس. قال لك طب ما حلو قوي، يبقى انا اللي عنده جيرد ما عالجلوش الهيليكوباكتر. ايه ده، هو يجي لك القلب يا راجل؟ قال لك والله هو ده الكلام. فهم برضو الكلام برضو كلام اخذ وعطى. قال لك لا دام احنا مش عارفين مش هنفتي، لازم نعمل ايه؟ نعمل استادي ونمشي تابع الجايد لاينز. ايه الجايد لاينز بتقول ايه؟ قال لك والله الجيرد نيد نوت تو تيست فور هيليكوباكتر انفكشن، يعني انت تسيب ده في حاله وده في حاله، الهيليكوباكتر عنده هيليكوباكتر ما تعملوش هيليكوباكتر بايلوري انفكشن تيست، ملوش لازم، عالج الجيرد از ات از. حلو قوي. طب امال ايه علاقه الهيليكوباكتر بالجيرد؟ اخر كلام اتقال قال لك والله هم ما لهمش علاقه ببعض، لا ده بيزود ده ولا ده بيقلل ده ولا ليه علاقه في ده ولا بده، سيب كل واحد في حاله. Eradication of helicobacter not lead to increase incidence of development of GERD، والعكس بالعكس برضو اللي انت Eradication ما بيحسنش ولا بيسوى. طب انت رأيت العيان جاي لك عنده GERD وفي ايده الثانيه ورقه تحليل هيليكوباكتر هو اللي عاملها من نفسه او حد بعته يعملها خطا، والله if it's positive you must treat هيليكوباكتر. تمام، يبقى if you found هيليكوباكتر you must treat it. طب انت تطلبها؟ لا. طب ايه الانفستيجيشن اللي نعملها؟ قال لك والله الانفستيجيشن اول كلمه واهم كلمه والكورنر ستون في الكلام، انت هتعمل انفستيجيشن للعيان اللي انت ناوي تعالجه. يعني ايه؟ يعني عيان مفيش حاجه اسمها تشيك اب فور هيليكوباكتر بايلوراي، واحد ماشي حلو وما عندوش مشاكل تروح تقول له اعمل لي هيليكوباكتر بايلوري تيست يطلع بوزيتيف يطلع نيجاتيف، ملوش قيمه ومن الخطا اللي احنا نعمله. علشان كده الباكج اللي بتتعمل في المعامل يقول لك اعمل لك باكج وازود عليها الجرثومه الحلزونيه مجانا ولا بسعر مخفض، طبعا ده ميستيك كبير وبتزود المشكله
انفليت المشكله بشده، لان انت بتعالج عيان بتدي له ريزيستنت، بتدي للاورجانيزم ريزيستنت للتريتمنت اللي بعد كده، وبتقلل احتماليه شفاء الهيليكوباكتر بايلوري على اللونج ران. فتست اونلي، دي اهم سلايد، انا رايي ان دي اهم سلايد في المحاضره كلها. التستنج اونلي للعيان اللي انت لازم تعالجه، لو عنده واحد عنده بيبتيك ألسر هنقول دلوقتي مين اللي تعمل له لازما وحتما ولابد تعمل له الهيليكوباكتر تيستنج. واحد عنده اكتيف بيبتيك ألسر، عملت له ابر اندوسكوبي لقيت عنده جاستريك او ديودنال ألسر. واحد عنده تاريخ مرضي ان عنده كان قرحه وما اتعالجش من الهيليكوباكتر، اعمل له. واحد عنده جاستريك لينفوما، المط لينفوما طبعا. واحد عنده جاستريك ماس وتشال واثبت ان هي جاستريك مالجنس، طبعا لازم تعمل له التست. الحاجه الثانيه، وده السواد الاعظم من الحالات اللي المفروض نعملها، الانفستيجيتد ديسبيبشيا. زي ما قلنا لو واحد جاي من مصر بلد فيها الانستنس اعلى من 20% برضه لازم تعمل له الهيليكوباكتر تيست، ودي اكتر الناس اللي بتجيلنا وبتبقى محتاجه الهيليكوباكتر تيست. حاجه ثانيه بقى كونتروفيرس، قال لك والله لو واحد عنده فانكشنال ديسبيبشيا وجاي لك من استراليا، ساعتها فكر اللي انت تدي له البي بي اي قبل ما تبتدي له او قبل ما تعمل له التيست. اللي ماشي على نون استيرويدال ده فراجايل، ممكن يحصل له بيبتيك ألسر قوي، فما تزودلوش عامل اخر بانك يبقى عنده هيليكوباكتر كمان. قال لك لا، طب ما تعمل له هيليكوباكتر قبل ما تدي له النون استيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز. لواحد عندها ركبتها تعبانه، عنده كرونيك بينز في حته، لازم تعمل له، الافضل تعمل له الهيليكوباكتر تيست. او واحد عنده ان اكسبليند اير ديفيشنسي، عملت له ابر ولور وعملت له ما فيش من راجع ما فيش من وهكذا وهكذا، واعمل له ساعتها الهيليكوباكتر. الاي تي بي الفيرست ديجري ريليتيف اوف جاستريك كانسر، واحد كان عندها جاستريك كانسر وابنها جاي لك، لا اعمل له. او واحد جاي من منطقه الانسيدنس اوف جاستريك كانسر جنوب شرق اسيا، جاي لك هاجر عندك، لا اعمل له برضه التيست ليكون عنده الايه الهيليكوباكتر، ودي بتعلي الانسيدنس اوف جاستريك مالجنسي. طيب انواع التست، والله احنا عندنا حاجات نون اندوسكوبيك وحاجات اندوسكوبيك. النون اندوسكوبيك دي يا اما تسحب عين الدم سيرولوجي، او تخلي العيان ينفخ لا مؤاخذه يوريا بريس تيست، او تعمل له ستول انتيجين تيست. الاندوسكوبيك تيست اللي انا باخد عينه وبحلل من جدار المعده. طبعا كل واحده لها ما لها وعليها ما عليها، مفيش حاجه زي الفل 100%. السيرولوجي قال لك والله هو سهولته ان انت بتاخد عين الدم، مفيش اي حاجه بتتعمل، رخيص وسهل قوي يتعمل، ويقدر ينفيلك ان العيان ده عنده او جاله قبل كده هيليكوباكتر. طب ايه ديز ادفانتج؟ اللي هو ما يقدرش يحلف العيان ده عنده دلوقتي ولا ما عندوش، يعني العيان ده لو كان عنده من سنتين الانتي بودي ممكن تستمر معايا سنة واثنين وثلاثة وهي بوزيتيف والعيان اوريدي اتعالج، يبقى ده ما ينفعش، يبقى بوزيتيف بريدكتيف فاليو. مش معنى ان العيان ده بوزيتيف اللي هو عنده دلوقتي، لا، ده معناه انه كان عنده في يوم من الايام، قد يكون عنده وقد يكون مش عنده. طبعا الانتي بودي دي ابتدت تتطور، عملوها في اليورين، عملوها في السلايفا، وابتدوا يبقى التيست مور سيمبل، ولكن برضه نفس المشكله اللي هو ما بيقدرش يحلف لك ان العيان ده دلوقتي حالا عنده هيليكوباكتر ولا لا، هو بيدل انه كان عنده في وقت من الاوقات. اليوريا بريس تيست واحده من الجولد تيست، جولدن تيست للهيليكوباكتر، هو حلو قوي ان هو بوزيتيف بريدكتيف ونيجاتيف بريدكتيف، يعني لو هو ما عندوش، لو طلع نيجاتيف يبقى العيان ده 100% ما عندوش، ولو بوزيتيف يبقى 100% تقريبا ايه عنده. مشكلته ان العيان ده لازم يتحضر قبليها باسبوعين، ان ما ياخدش بي بي اي ولا ياخد انتي بيوتيك، وطبعا الاكس اكسبنسيف مش سهل مش رخيص. انا بدي العيان يوريا فيها كربون راديو اكتيف، وبعد كده بقيس الكربون دايوكسيد اللي خارج في النفس، هل في راديو اكتيف ولا لا، ده معناه ان في حاجه كسرت اليوريا لامونيا، وهو ما فيش حاجه بتعمل ده الا الهيليكوباكتر في الاستور. الستول انتيجين ده من الموست سيمبل تيست، هو برضه بوست بريدكتيف فاليو عالي جدا ونيجاتيف بريدكتيف فاليو عالي جدا، ولكن مشكلته برضه ان العين لازم يبقى متحضر، موقف البي بي اي والانتي بايوتيك فور 2 ويكس على الاقل. الرابيد يورييز ده باخد عينه اللي هو الكلو تيست، باخد عينه من الاستومك وبحطها على الريجنت، ولو اتغير لونها بيبقى كده بوزيتيف، لو ما اتغيرش يبقى نيجاتيف.
ده اكيوريت وزي الفل، بس برضه مشكلته اللي هو بيبقى محتاج اندوسكوبي، والعيان لو ماشي على بي بي اي او انتي بايوتيك برضه بيبقى متاثر. ده شكل اليوريا بريست الرابيد يوريس تيست او كلو تيست. الحاجات اللي فاتت دي مشكلتها كلها اللي ما عدا السيرولوجي، الانتي بودي الانتي بايوتكس والبي بي اي والبيزماس بتاثر على النتيجه، ولو لاحظ عين اكتف بليدنج برضو ما بقدرش اخد عينه واشوف، لان برضو بتبقى فولس تيست. فلازم اوقف الانتي بايوتكس، البي بي اي حتى الاتش 2 بلوكر لازم اوقفها ممكن لمده 7 ايام فقط، ولكن لازم اوقفها. الحاجة الوحيدة الأمان الأنتي أسيد، ممكن أدي أنتي أسيد اللي هو السيرب أو الساشيت لفترة لغاية قبل ما أعمل التحليل، ما بيأثرش على النتيجة. الهيستولوجي ميستو الجميلة قوي اللي أنا بشوف فيه أذر ليجن، اللي عنده جاسترايتس، طب عنده أي حاجة بري مالجننت ليجن فبقدر أعملها. مشكلته برضو اللي أنا لازم أعمل منظار وأبعت لباثولوجيست، وطب بتبقى إكسبنسيف، وبرضو لازم أوقف الأنتي بايوتيك. الكالتشر برضو نفس الميزات والعيوب، اللي هي ريكواير اندوسكوبي وليس اكيوريت افتر تريتمنت. الميزه بتاعتها اللي انا ممكن اعمل انتي بايوتيك سنسيتيفيتي تيست، اشوف ايه الانتي بايوتيك السبيسيفيك للهيليكوباكتر اللي عند الراجل ده، فساعتها بتبقى دي الميزه اللي فيها. برضو البي سي ار نفس الحكايه، مشكلتها غاليه قوي ومش افيلابل في كل الاماكن. العلاج، طب ما لدام الموضوع موجود، طب ما اعمل 100 زي ما عملنا 100 مليون صحه، نعمل 100 مليون هيليكوباكتر بايلوري ونعالج كل الناس وخلاص. قال لك والله دي محتاجه دراسه، هل ده الماس اديكيشن ده صح ولا غلط؟ قال لك لا، الجايد لاينز بتقول لنا ان الماس اديكيشن للاسف هتكرييت اديشنال ريزيستنس وهتخلي العلاج صعب جدا بعد كده. فقال لك لا ما ينفعش، انت برضو نفس الفكره، هتعالج للعيان الانديكيتد اللي هو كان انديكيتد اصلا تعمل له التيست فور ديتكتنج هيليكوباكتر بايلوراي. العلاج بيحتوي على كورنر ستونز معينه اللي احنا يبقى فيها بي بي اي، فيها انتي بايوتكس، والانتي بايوتكس ده على الاقل يبقى 2 انتي بايوتكس، والفتره بندي العيان الانتي بايوتكس والبي بي اي على الاقل من 10 ل 14 يوم. مشكلة العيان ان هو بياخد دواء كمية كبيرة لوقت ريلاتيفلي طويل، بالنسبة للعيان ممكن يبقى الكومبلاينس بتاعه ضعيف ما يقدرش يكمل، او يبقى يظهر له اي انتي بايوتيك نوشيا فوميتنج، برضه ممكن يحصل له اليرجي، حاجات كتيرة قوي ممكن تحصل في الاسبوعين دول يخلي العيان يوقف التريتمنت. وطبعا المشكلة الكبيرة اللي احنا هنشرحها دلوقتي هي الانتي بايوتيك ريزيستنس، ان في اماكن من العالم الانتي بايوتكس اللي احنا هنقوله ده الريزيستنت بتاعه عاليه جدا في وسط البوبوليشن، فما اقدرش ابتديه لان هو في الغالب الانتي بايوتكس ده مش هيجيب نتيجه. نيجي للمشكله اللي كنا قلناها قبل كده، هو البي بي اي ده البي بي اي ده بيقلل الاسيديتي صح، والهيليكوباكتر عايزه تقلل الاسيديتي صح، طب انا ادي للعيان هيليكوباكتر اللي هو عايز يقلل الاسيد ادي له انتي اسيد؟ قال لك دي حاجه غريبه جدا. قال لك والله الكورنر ستون هو البي بي اي، يا عم ازاي؟ قال لك والله هو الانكريز ده سترينج طبعا. ايه الهيليكوباكتر بتحب النيوترالو فيل، يعني ايه نيوترالو فيل؟ هي بتحب الميديا النيوترال، ولكن فور اراديكيشن انا لازم اخلي الميديا بتاعتها افيلابل عشان تريبليكيت، لان الانتي بايوتيك هيشتغل على الهيليكوباكتر اثناء الريبليكيشن، لان ده هيخلي فيه انكريز ذا افشنسي اوف انتي بايوتيك ويتش از ديبند اون جروث اند ريبليكيشن اوف ذا هيليكوباكتر. يبقى البي بي اي بيعمل ثلاث حاجات، قد تكون حاجات صعبه شويه اللي الواحد يدركها بالفهم كده، بس هي دي الحقيقه. قال لك والله البي بي اي بيدايركت ليه دايركت انتي مايكروبيال افكت، ماشي مش مشكله دي. قال لك المهم بقى ان البي بي اي بيريز الانتي مايكروبيال افكت اوف كومبايند انتي بايوتيك سبيشالي كلاريثروميسين والاموكساسيلين، لان دول بيشتغلوا على الهيليكوباكتر اثناء الديفيجن او اثناء الجروث بتاعها، فلو انا ما وفرتلهاش الميديا بتاعه الجروث الاول بالبي بي اي مش هقدر اجيب الافكت الكامل او المرجو من الانتي بايوتكس.
البي بي اي بيعمل حاجه ثانيه، بيكونسنتريت الانتي بايوتيك في الاستومك، بيقلل الجاستريك جوس فبيزود الكونسنتريشن اوف بي بي اي اوف انتي بايوتيك في الاستومك، فبيحسن لي الايفكت بتاع الانتي بايوتيك. يبقى هو بيعمل دايركت انتي مايكروبيال، بيخلي بيدي فرصه للهيليكوباكتر اللي هي جرو اند ديفايد فياتاكت ديورينج الجروث اند ديفيجن. واخر حاجه اللي هو بيكونسنتريت الانتي بايوتيك. طبعا مجموعات الانتي بايوتكس والبي بي اي حضراتكم عارفينها اكتر مني، الكلاريثرو، لاموكساسيلين، المترونيدازول، تيميدازول، وهكذا وهكذا، والبي بي اي كل المجموعه على راسهم الاوميبرازول والانواع اللي جدت بعد كده. حبوا يعملوا بقى كومباينيشن، بقى كل حاجه يعني كومباينيشن، يتراي اند ايرو تراي، لغايه ما وصلوا لافضل كومباينيشن. ابتدوا اول حاجه كانت البي بي اي والكلاريثرومايسين والاموكساسيلين، والعيان اللي كان عنده اموكساسيلين الرجي للبنسلين بيدوا بداله المترونيدازول. للاسف المترونيدازول ده في مصر كل واحد ماشي في الشارع عنده في الغالب ريزيستنت، الهيليكوباكتر بتاعتنا دلوقتي بقت ريزيستنت 100% للمترونيدازول، فالمترونيدازول بقى اوت اوف ايه اوف اكويشن بالنسبه لنا في مصر هنا للاسف، لان احنا اسأنا استخدامه استخدامات كتيره، فبقى الناس كلها عندها ريزيستنت من الهيليكوباكتر للمترونيدازول. يبقى التريبل ثيرابي كلاريثرو اموكساسيلين بروتون بام، البروتون بام بالفول دوز 40 مرتين. الاماكن الاخرى اللي المترونيدازول لسه مش ريزيستنت للهيلكو او الهيلكو اكثر من ريزيستنت للمترونيدازول يو كان يوز ات. الريزيستنت دي مشكله كبيره، لان انا دلوقتي ابتديت اغير الفيرست لاين تريتمنت من الكلاسيك تريتمنت هو الكلاريثرو والاموكساسيلين لانذر تايب اوف انتي بايوتيك. يعني مثلا في اليابان الكلاريثرومايسين الريزيستنت بتاعه 30% من جنرال بوبوليشن، في تشاينا 50% من الناس عندهم ريزيستنت للكلاريثرومايسين اجينست الهيليكوباكتر، فابتدى يغيروا الريجيمين بتاعهم. وكذلك احنا في مصر هنا برضه ما فيش استادي اتعملت 100%، ولكن اللي احنا بنشوفه في العيادات ان في كتير بعد يعني بعد فتره، كان زمان الكلاريثرومايسين بيجيب نتائج افضل من دلوقتي، افضل من دلوقتي بكتير جدا. الحاجات المضيئه في الموضوع ان الاموكساسيلين والتتراسايكلين الحمد لله ريزيستنت فيهم تقريبا ما فيش، يعني بيجيب نتيجه 100% الاموكساسيلين والتتراسايكلين ريزيستنت اب تو جاست 2%. ده في اليوروبيان كانتري، في دول فيها 40% ريزيستنت للكاريثرومايسين وبتتراوح من 5% ل 40%. قال لك طيب هو انا اعمل ايه؟ قال لك والله انت غير الكلاريثرومايسين لا اما تتراسايكلين لا ليفوفلوكساسين لا موكسفلوكساسين لا ريفوبيوتين بيزد تريتمنت، يعني نشيل الكلاريثرو ونحط مكانهم واحد من دول. قال لك طب انت نعمل ده؟ قال لك والله على حسب الاريا اللي انت فيها، لو الاريا لو كلاريثرومايسين ريزيستنت بلاد الكلاريثرومايسين لسه بعافيته وشغال استخدم الكلاريثرومايسين، لو في هاي كلاريثرومايسين يو ماست تشينج تو اذر ريجيمين، زي الايكويشن دي او زي الجراف ده، يقول لك والله لو هاي بريفلنس تشينج تو انذر لاين اوف ثيرابي. اللاين اوف ثيرابي اللي بعده اللي هو الليفوفلوكساسين، الليفوفلوكساسين سبستيتوت كلاريثرومايسين، وده برضه ابتدينا نستخدمه فتره طويله، اللي هو الليفوفلوكساسين بدل الكلاريثرومايسين مع الاموكساسيلين، فبناخد الليفوفلوكساسين مع الاموكساسيلين مع البي بي اي برضه لنفس الفتره، ليفوفلوكساسين 500 ميلي جرام وانس ديلي for 2 weeks، من 10 days to 2 weeks. في quadruple therapy اللي انا جمعت البي بي اي مع بيزمس سبسلسليت مع المترونيدازول مع التتراسايكلين، ده في حاله الفيلير اوف كلاسيك تريتمنت اللي هم الاثنين الاولانيين. مشكلته عدد الادويه الكتيره، انا دلوقتي بوصل اللي انا بدي العيان 14 قرص في اليوم، طبعا ده حاجه هيرويك بالنسبه لكتير من الناس، لان يعني بدي في جزء من الادويه بديها اربع مرات في اليوم زي التتراسايكلين ومع البي بي اي والمترونيدازول والبيزمث، فبدي كميه كبيره من الدواء. في سيكوينشال ثيرابي الكونكوميتنت ثيرابي اللي انا بدي كله مع بعضه، كلاريثرو مع اموكساسيلين مع مترونيدازول مع بي بي اي، طبعا برضو المشكله عدد الادويه، بدي الاربع ادويه دول مع بعض لمده اسبوعين. في سيكوينشال اللي انا ببتدي بي بي اي اموكساسيلين زي ما اكني بمهد للعلاج بالبي بي اي واموكساسيلين اللي هو ملوش ريزيستنت، وبعد كده اخش بالبي بي اي مع الكلاريثرو مع المترو.
مشاكل فيلير في التريتمنت زي ما قلنا انتي مايكروبيال ريزيستنت، دي اهم حاجه واخطر حاجه. الانسفيشنت بي اتش نيوتراليزيشن، لان ما بديش بي بي اي كميه كفايه، انا المفروض ادي 40 ملي جرام مرتين. ابتدوا يعملوا انتي بي بي اي جديده او انواع جديده من البي بي اي بتقلل الاسيديتي مور ذان ذات، ولقوا الايفكت بتاعها افضل كتير من البي بي اي اللي موجوده دلوقتي. لاك اوف كومبلاينس، العيان زي ما قلنا اسبوعين ماشي على ادويه كميه كبيره فهيزهق، هيجي له الرجي، هيجي له ابدومينال بين، فهيوقف الدواء. دي مشكله كبيره مع العلاج، عشان كده كل ما قل عدد الادويه كل ما حسن النتائج، تحسنت النتائج. زي ما قلنا السايد افكت هو ده اساس المشاكل اللي احنا بنشوفها من التريتمنت اوف هيليكوباكتر. ايه التيك هوم مسج؟ احنا ببساطه بنقول هيليكوباكتر related to gastric disease may be some extra gastric disease زي الاي تي بي، الالرجي، الارتكاريا. الانفستيجيشن، وهي دي الجولدن رول اللي احنا بنقولها، انفستيجيشن اونلي وين يو بريبير تو تريت. لو العيان مش هتعالجه او شايف ان هو مش محتاج علاج او انت مش شاكك ان المشكله دي نتيجه الهيليكوباكتر، ما تعملش انفستيجيشن من الاول. السليكشن اوف انفستيجيشن از ذا ارت اند نوليدج يو ماست. واحد يونج ايج ما ينفعش تعمل له اليوريا بريس تيست، واحده بريجننت ما تنفعش اليوريا بريس تيست. التريتمنت از ليميتد وبليز يوز ات بروبابلي. اند ثانك يو، ذيس ليكتشر ويل بي افيلابل ان ماي يوتيوب شانل اند ايجل جاسترونتولوجي ايجيبشن اكاديمي فور جاسترونتولوجي اند ليرنينج اند ايفالويشن وذ مور ذان 100 اذر ليكتشر جي اي ليكتشر.